ازيكم؟ عايزين نتكلم النهاردة على أجهزة التنفس. أجهزة التنفس اللي يمكن يكون ليها علاقة بحلقات الـ H2S وحلقات الـ Confined Space. ارجعوا للحلقات وابتدوا اتفرجوا عليها وابتدوا شوفوا احنا كنا اتكلمنا على ايه عشان تقدر تفهم الحلقة بتاعت النهاردة. النهاردة هتكلم معاكم على نوعين من أجهزة التنفس اللي هما جهاز الإلسا وجهاز السكابا. معايا اول جهاز او اول اسطوانه هي يا جماعه اللي هي اسطوانه الالسا اللي هو الامرجنسي لايف سبورت ابريتس، ان احنا قلنا عليها في الحلقه اللي فاتت بتاعه الاتش 2 اس، يعني حلقه قياس الغازات اللي احنا قلنا ان هي عباره عن الاسطوانه اللي بتحميك من الهروب، حتى بنسميها الالسا سكيل. الالسا سكيل يمكن الصور اللي قدام حضراتكم دلوقتي اللي بتتعرض قدام حضراتكم بتكلمكم او بتوريكم الشكل العام بتاع الاسطوانه. طيب هي دي اسطوانه الالسا امرجنسي لايف سبورت ابريتس. قلنا يا جماعه قبل كده انها مدتها ربع ساعه 15 دقيقه، واتفقنا قبل كده يا جماعه وقلنا انه الاسطوانات دي بتكون مشحونه بهواء وليس اكسجين، لان ما ينفعش نسبه الاكسجين تزيد عن 23% في المحيط لجسم الانسان. طيب دي اسطوانه الالسا، بلبسها ازاي يا فندم؟ اهو بيكون ليها زي ستراب بلبسه حوالين رقبتي، او بلبسها مثلا بالطريقه دي، الطريقه اللي تريح حضرتك. هتلاقي في اسطوانه الالسا مع حضرتك في جيب او جراب. مجرد ما حضرتك تسمع الالارم اللي بيقول ان انت عندك خطر، الالارم ده موجود عندك في الموقع سواء في البريمه لو انت شغال في بريمه بترول، او سواء لو كان في موقع كونستراكشن او اي موقع ممكن يجي منه غاز ال H2S او اي غاز من الغازات الضاره زي اللي عرفناها قبل كده في حلقه ال H2S، باكد عليك لازم تتفرج عليها. ببتدي البس الاسطوانه بتاعتي. كل واحد مفروض عندي في الموقع بتاعي ما عنده اسطوانه من دي. في عندي جراب، اقوم فاتح الجراب بشكل جامد جدا بشكل قوي، هلاقي تحت الماسك بتاعي الماسك اهو. طبعا الاسطوانه دي متكونه من ايه؟ متكونه من الماسك عندي، متكونه من الهوز بتاع الهواء، متكونه من الاسطوانه. هنا في عندي اسطوانه هواء المفروض ان هي بتعمل عليها انسبكشن كل فتره، وهكتب لحضراتكم ايام او مواعيد الانسبكشن عليها، كل 6 شهور او كل اسبوع او كل 5 سنين، هكتب لحضراتكم تحت فين في الفيديو بتاعي. طيب لبست الاسطوانه بتاعتي، طلعت الماسك بتاعي، هعمل بعد كده ايه؟ ابتدي يا فندم بكل بساطة خالص، انا اصلا اول ما افتح الماسك بتاعي ابدأ اسمع صوت تنفيس الهواء، بتفتح اوتوماتيك. طيب افرض ما فتحتش عندي اوتوماتيك، هلاقي عندي بلف امانة ومشده، يبتدي على طول اسمع صوت الهواء، صوت التنفيس بتاع الاسطوانة زي ما حضراتكم سامعين في الفيديو دلوقتي. يبقى دلوقتي المفروض انها تتفتح اوتوماتيك، وانس انها ما تفتحش اوتوماتيك عندي ابتدي اشيل فتيل الامان بتاعي، تبتدي تعد عليا ال 15 دقيقه. اطلع الماسك بتاعي، اول حاجه بعملها في الماسك ان انا بجيب ايديا الاثنين بدخلهم جوه الماسك بتاعي، واتاكد ان انا بلبس الماسك بسهوله، ابتدي ان انا البس. النوع الثاني من ادوات او من اسطوانات التنفس، احنا اتشرحنا خلاص النقطه بتاعت الالسا الامرجنسي لايف سبورت ابريتس، دلوقتي هنبتدي نشرح النوع الثاني اللي هو السكابا اللي هو السيلف كونتيند بريثنج ابريتس.
اللي هو اسطوانه الانقاذ اللي مدتها 30 دقيقه وبتشحن على 200 ضغط جوي. عايزين برضو نتكلم مع بعض في نهايه الفيديو ونعرف ازاي اقدر احسب كميه الهواء الجوي اللي موجود جوه الاسطوانه بتاعتي، اللي على اساسه ببتدي ان انا اعرف الاسطوانه بتاعتي هتقعد معايا وقت قد ايه. طيب هي دي الاسطوانه بتاعتي اللي انا ممكن اكون لابسها وانا ممكن اكون عارفها. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين الشخص او العامل عندي بدا ان هو يلبس الاسطوانه بتاعته. لازم اول حاجه يتاكد ان هو حطها بالستراب على ظهره، يتاكد ان بلف الاسطوانه موجود عنده في ظهره من ورا، ما ينفعش البلف يكون من فوق عشان اقدر ان انا اتحكم في فتح وقفل الاسطوانه بتاعتي. لما يجي يلبس الماسك بتاعه اتاكد ان الماسك عامل سيل كويس جدا على رقبته، لان هو مصدر الهواء او التنفس بتاعه الوحيد هو الماسك اللي هو لابسه. هتلاقوا في الماسك بتاع اللي هو لابسه في زرارين، الزرار لونه اخضر اللي فوق وده بيكتم الهواء، وزرار تاني لونه اسود ده بيفتح مخرج الهواء. طيب ايه فايده فتح او قفل مخرج الهواء؟ بكل بساطه حضرتك لما تحط الماسك بتاعك بيكون المفروض ان انت تشغل الاسطوانه الاول وتدوس على الزرار الاسود اللي هو ان الهواء شغال عندك. مجرد او الهواء الاسود ان الهواء شغال، وبعدين هتدوس على الزرار الاخضر. البس الماسك بتاعي وادوس على الزرار الاخضر اللي هو بيمنع الهواء عشان ما يبقاش فيه اي بريشر ناحيه وشي وانا بلبس الماسك بتاعي. مجرد ما البس الماسك بتاعي وابدا اتنفس هلاقي ان البلف فتح اوتوماتيكي. خلصت النقطه دي بتاعتي وشلت الماسك بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، ابتدي ادوس تاني على الزرار الاخضر واتاكد كويس جدا ان انا قفلت البلف بتاعي، وبعدين ادوس على الزرار او على البوتون اللي لونه اسود عشان اعمل تفريغ للهواء اللي ما بين الاسطوانه بتاعتي وما بين الخرطوم اللي كان محمل او كان مليان هواء. لما تيجي اجي انزل الاسطوانه بتاعتي ببساطه خالص لازم اتاكد كويس جدا ان انا شايلها من الاثنين ستراب، اسطوانه تقيله فممكن. يبقى كده قدرنا ان احنا نعمل مقارنه ما بين نوعين الاسطوانه، الالسا الامرجنسي لايف سبورت ابريتس اللي هي مخصصه للهروب، والسكابا سيلف كونتين بريثنج ابريتس اللي مخصصه للانقاذ، عشان نقدر نعرف ازاي او كميه الهواء اللي موجوده في الاسطوانه عندي. بكل بساطه عندي معادله بسيطه بتقول، بص على المعادله دي اللي بتقولك ان اي معرفه او اي قدرتك على معرفه كميه الهواء اللي موجود جوه الاسطوانه، ببدا ان انا اضرب سعه الاسطوانه، ولازم تبقى عارف سعه اسطوانه السكابا 6 لتر، سعه اسطوانه الالسا في 2 لتر وفي 3 لتر، احنا بنتكلم في 3 لتر حسب ما احنا شفنا في الفيديو اللي احنا شفناه من شويه. يبقى بالتالي بضرب سعه الاسطوانه اللي هو ال 3 لتر في او ال 6 لتر في الضغط الجوي اللي هو ال 200، 200 في 3 ب 600، وبعد كده اقسمها على عدد لترات تنفس الانسان في الدقيقه. الانسان الطبيعي بيتنفس حوالي 40 لتر هواء في الدقيقه، ده لو بتكلم ان هو طبيعي مش خايف مش متوتر مش عنده مش طفل صغير مش ست مش عنده اي توتر، نتكلم في 40. يبقى 200 في 3 ب 600 على 40 بنتكلم في 15 دقيقه اللي هو الربع ساعه زي ما قلت لحضراتكم، ولو هشوفها على السكابا يبقى 200 في 6 ب 1200 على 40 بنتكلم في 30 دقيقه اللي هو النص ساعه. خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظكم.